يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا أخبار كتير متنوعة، بالتحديد أخبار خاصة بالنادي الأهلي واستعداداته للمباراة الهامة جدا جدا غدا إن شاء الله أمام فريق بيراميدز في بطولة الدوري. هي مباراة في الحقيقة بست نقاط، يعني المباراة مش ثلاث نقاط بس، ست نقاط. يعني الأهلي لو فاز إن شاء الله يبقى خد ثلاث نقاط مهمين جدا في مشواره، وفي نفس الوقت عطل فريق بيراميدز اللي هو بيحتل دلوقتي المركز الثاني برصيد 30 نقطة. بالتالي مهم جدا إن شاء الله النادي الأهلي يوصل للنقطة رقم 27 عشان يواصل انتصاراته، أو يمكن تعادلنا في المباراة الأخيرة أمام داخلية، لكن يعود إن شاء الله انتصارات عشان يواصل المنافسة على بطولة الدوري إن شاء الله، وهي البطولة المهمة والمفضلة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم عن استعدادات بالتفصيل الخاصة بالنادي الأهلي، وكمان الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيكون معنا الناقد الرياضي الكبير أستاذ حسام زايد عشان نتكلم في العديد من الأمور على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام، وكل ما يخص النادي الأهلي بشكل خاص. في أخبار كتير معنا، لكن خلينا نبتدي معاكم بالجدل المثار خلال الدقائق اللي احنا فيها دلوقتي دي، وبخصوص قيد اللاعبين الجدد. خلاص الموضوع بشكل رسمي، النادي الأهلي نجح في قيد الرباعي الجديد جيرالدو وأيضا محمود وحيد. محمد محمود طبعا تم قيده تحت سن، لسه لاعب صغير 20 سنة مواليد 98، وكمان البطاقة الدولية لرمضان صبحي وصلت خلاص بالفعل من حوالي بالضبط 15 دقيقة، وتم قيده بشكل رسمي في قائمة النادي الأهلي لطبعا الفترة القادمة، وبالتحديد في شهر يناير. احنا دلوقتي في فترة انتقالات وكلام كتير جدا عن انتقالات، لكن بشكل رسمي يا جماعة النادي الأهلي خلاص قايد أو قام بقيد كل اللاعبين الجدد، سواء جيرالدو، محمود وحيد، محمد محمود ورمضان صبحي، ويحق لهم المشاركة في مباراة بيراميدز غدا طبقا للرؤية الفنية المستر مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروغواني للنادي الأهلي. أولى المباريات بالنسبة لهذا الرجل، نتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله تكون انطلاقته قوية مع النادي الأهلي من خلال مباراة صعبة جدا صراحة أمام فريق بيراميدز. فريق محترم، فريق عنده إمكانيات كبيرة من حيث اللاعبين اللي يقدروا يصنعوا الفارق في أي وقت، ويمكن أبرزهم طبعا كينو، بالإضافة لصفقات هم كمان عاملين أربع صفقات قوية جدا خلال الشهر ده. فبالتالي هتكون مباراة قوية، مباراة صعبة، والنادي الأهلي مركز فيها طبيعي زي كل المباريات بشكل كبير جدا، لكن المباراة دي بالنسبة لنا أو بالنسبة للنادي الأهلي حاسمة علشان يقدر إن شاء الله يخطو خطوة كبيرة جدا نحو المنافسة على بطولة الدوري بالشكل المعتاد. ومش بس المنافسة طبعا، بطولة الدوري الفوز بها هو الهدف الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي بخلاف كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الأهلي طبعا. شيء